السلام عليكم. حنا باقيين معكم حدا الحديقه، هنا كاينه واحد الصيدليه، جيت بغا ناخذ شي حاجه منها. ايوا كنقلب وانا نلقى صابون الطوز، وانا نقول يا صابون الطوز ديالنا. عرفتوا صابون الطوز كناخذوها، كنا واخذها ب 50 ريال، يعني 2 درهم ونص كنظن، انا على حساب ما انا عاقله عليه. وانا نلقى هنا نهزيتها قلت له شحال هذه في الصيدليه، قال لي 10 ريال. 10 ريال هي 25 درهم. قلت لي وانا نقول مع راسي وراه هذا واش هذا منكر عباد الله، علاش حيت حاطينها في الصيدليه. وانا نحطها رجعها، قال لي هو هذا اللي في الفارماسي، قال لي ليش ما عجبتك وتبغيها؟ قلت لي لا ما راهش بغيت، بغيتها هذا الصابون ديالنا راه جاي من عندنا، ولكن باش ناخذ ب 10 دريال راه خاصنا العصا. صافي عاود حطيتها، ايوا قلت لا خصني نقولها لكم باش عارفوا الصابون ديالنا شحال داير عندنا وشحال كيدير هنايا. ايوا بلاتي نوريكم، حنا دايزين نوريكم، ما خلينا الفريش ديالنا في بلاصته فين كنا جالسين ومشينا هنا، حيت كاينين واحد المحلات عاف هنا في حدا هاد الحديقه في لونتوغاج ديالها، ها هي الحديقه حداكم، وهاد المحلات هما هنايا. ايوا مشينا قلنا نمشيو للصيدليه ساعه، ملي لقيت هذاك فرحت ملي لقيت صابون الطوز، حيت كيسالي واخا كتجيب منو كيسالي دغيا. قلت يلا ملي لقيت قال لي 10 دريال، قلت ويلي 10 دريال ما حشمتوش، غالي بزاف ماشي هو، غناخذو مثلا انا 10 دراهم اوكي ما كاين مشكله، كان 10 دراهم نحطو صافي نديرو صابون اخر اللي كناخذوه دائما وصافي، نمشيو المغرب نجيبو معنا ديالنا. هو في الحقيقه كانت بغيت تاخذ منتجات مغربيه هنايا، بحال مثلا باقنا نعقل كنا مشينا لواحد البلاصه بغيت نشد ناخذ قصريه، وكاين واحد المحل هنا ديال واحد المغربي في الرياض هنا، مشيت ناخذ عنده قصريه ولقيت عنده كل المنتجات المغربيه، الطواجن زيت العود حتى من البسكوي ديالنا كاع اشكال ديال بيمو كاينين تما، كاين طاقير كل شيء، وكتفرح ملي كتدخل الهريسه تحميره الزيتون. خديت ولا بان ليا كسكسو داري، قلت والله الا غناخذو كسكسو داري، خديته ب 25 ريال باكيه، هذيك الباكيه ديال الكيلو 25 ريال هي 1250 ريال، يعني فرق كبير. والمشكله دابا ما تقدرش تجيب ديال دائما، واخا تني غنهبطوا للمغرب ما كتجيبش داكشي اللي غيخفاك دائما، وكتضطر انك تعاود تمشي يعني من الى ما بقاش عندك راه كتاخذ كتشري من هنايا. هو كيبقى في كل حال ملي كتلقى شي حاجه زوينه مثلا ورخيصه في المتناول وكتلقاها هنا بثمن اخر كتجيك بحال الشمته، بحال انت عارف الثمن ديال هذيك الحاجه ولكن غتاخذها بالثمن باش بغاو هما. هو بطبيعه الحال ما غناخذوش داك الشيء مثلا باش كنشريو في الهي، ولكن غير شويه وصافي، حنا اللي قدرنا عليها ماشي اللي قدرنا عليها، اللي ما ناخذوش عاوتاني غاليه بزاف ولا كاين البديل ديالها بثمن مناسب كناخذوه. هذا ما كان هادشي بغيت نقول لكم، بقى فيا طابوس صابون الطوس اللي ب 10 دريال 500 او 500 دريال 25 درهم.